السكيورتي ايشيو اللي ممكن تتعرض لها الشبكه، فلذلك هو مدعم بالسكيورتي ابيليتي، يعني عنده قدرات بحمايه الشبكه. السمبل نتورك مانجمنت بروتوكول فيرجن 1 فيها اللي هو يعني عدم اهتمام، كان لانه ما كانش في عندنا سكيورتي ايشيو، والفيرجن 2 كان فيها little concern about the security issue. إذا في عندنا العناصر الرئيسية الثلاثة لهذا البروتوكول اللي هي Managed Device والـ Agent والـ Network Management System. بالنسبة للكوماند اللي يتم استخدامها في هذا البروتوكول، في عندنا اللي هو الريد كوماند والرايت كوماند والتراك كوماند والترافيرسال اوبريشن. قلنا انه الريد كوماند بيسوي لنا عملية فحص للفاريبل اللي موجودة بكل اللي هو اوبجكت داخل الايجنتس. كل اوبجكت داخل الايجنت يكون له قيمة معينة لهذا الفاريبل، فإحنا دائما وباستمرار بتم عملية فحص لهاي الفاريبلز، لهاي المتغيرات، تأكد من قيمتها إنه لم يتم تغييرها، لم يتم تغييرها. وأيضا في عندنا الكوماند الثاني أو الأمر الثاني اللي إحنا بنستخدمه اللي هو الرايت كوماند. والرايت كوماند هذا احنا بنستخدمه از ادمنستريتور مشان اللي هو نغير القيم اللي تبعت اللي هي الاوبجكت داخل الايجنت، اذا طبعا كان في ضرورة لهذا التغيير. otherwise بنظل احنا محتفظين بالقيم تبعت الفاريبلز. وطبعا في عندنا هون اللي هو نوعين من الاوبجكتس، في عندنا اوبجكت يتم تغييرها وفي عندنا اوبجكت ثابته. ومن الاوبجكت الثابته على سبيل المثال داخل الايجنت اللي هو الماك ادرس، صار لا يتم تغييره، لكن الاي بي ادرس او النيم للجهاز ممكن انه يتغير. طبعا كل هذا عمليات التغيير هاي بتكون لدواعي السكيورتي، انه تحافظ على السكيورتي تبع الشبكه. اللي ترافيرسال اوبريشن اللي هو لوك تو فايند اوت وات فاريبلز ان مانج ديفايسز سبورت اند جاذر انفورميشن فروم ذا سبورتد فاريبل ستيبل. الان هاي المتغيرات للايجنتس داخل المانج ديفايسز دائما وباستمرار يتم الاحتفاظ بها على شكل تيبلات بالميموري للايجنت او للمانج ديفايسز. لذلك لما يصير في عندنا عمليه استدعاء لقراءه المعلومات اللي موجوده او اللي تمثل الفاريبلز داخل الايجنت، يتم الاحتفاظ بها في تيبلات. التيبلات هاي طبعا يتم ارسالها من اللي هو المانج ديفايسز للسيستم او للمانج ديفايس اللي هو المدير اللي بيدير الشبكه في حال طلبها، او انه يتم ارسالها في توقيتات محدده. مثلا يتم ارسال تقرير عن القراءات مثلا كل ساعة أو كل ساعتين أو كل يوم أو كل يومين حسب أهمية الشبكة والداتا اللي يتم انتقالها. بيتم اللي هو عملية قراءة لهذه الفاريبلز داخل اللي هو المانج ديفايسز. في عندنا النوع الثالث أو النوع الرابع من الرسائل اللي هو التراب كوماند. والتراب كوماند هو عبارة عن كوماند يتم إرساله من قبل الايجنت أو المانج ديفايس للأنمس
بدون ما الان ام اس يطلبها. اذا بتلاحظوا انه الريد والرايت يتم ارسالها من قبل اللي هو يتم ارسالها من قبل الان ام اس للايجنتس. الكوماند الوحيد او الرساله الوحيده اللي يتم ارسالها من قبل المانج ديفايس اللي هو الان ام اس هي التراب بدون ما يطلبها، وهي عباره عن رساله تحذيريه انه في عندنا خطا معين حدث داخل هذا الايجنت او على هذا الايجنت او على هذا المانج ديفايس.